اللي مستنينه بالذات الحوتة. بالذات الحوت. ومشاهدينا خلينا نشوف شو معانا اخبار بعالم الارقام وبنرجع لكم. $255 سعر الحبة الواحدة من عنب يسمى عنب روبي الرماني، وتزن العنب الواحدة 20 جرام ولونها أحمر ساطع وتشبه كرة المضرب، فتعد الفاكهة الأغلى في العالم. 6 ساعات من شروق الشمس هو أفضل وقت لاتخاذ لومة القيلولة. أظهرت دراسة أجراها فريق من الباحثين الفرنسيين إن هناك فوائد عديدة لنوم القيلولة، لأن اليقظة بعد القيلولة والتي تستغرق نصف ساعة تخفض من حوادث الطرق خاصة بالنسبة للشباب. $80 مليون تمن أغلى خاتم خطوبة في العالم. هو خاتم خطوبة الفنانة العالمية الراحلة إليزابيث تايلور، ويعتبر الأغلى تمن في العالم، وهو خاتم زفافها من زوجها السادس. 20 سنة امتنعت فيهم سيدة أمريكية من قص أظافرها. السيدة كريس والتون عمرها 47 عاماً توقفت عن قص أظافرها لمدة 20 سنة، فنمت أظافرها بشكل ملتوي وغريب، وعلى الرغم من ذلك تستطيع الأكل والتنظيف وعزف البيانو. 33 ألف قطعة نقدية استخدمهم إماراتي لغطاء سيارته. طارق جويد يغطي سيارته شيفورلي كامارو بنقود إماراتية. طيب صبايا، معانا أول خبر هنحكي فيه بخصوص النوم. بيقول الخبر إنه بعد أول 6 ساعات من شروق الشمس بنقدر ننام 30 دقيقة بس، كافيين إنه ناخد يعني نشاط وحيوية كأنه شربنا كتير قهوة. هننام من دلوقتي. فأنا عايز أعرف إنه 30 دقيقة. 30 دقيقة يا رشا، 30 دقيقة يا جماعة، 30 دقيقة مش 10 ساعات، يعني مش ندخل نقول هنريح شوية ننام واليوم يضيع علينا، لأن هو أنسب وقت اللي هي للقيلولة دي نص ساعة بس مش أكتر. أوكي. صح؟